قرر النجم السينمائي الأمريكي توم كروز التوقف عن استكمال تصوير أحدث أجزاء فيلمه الجديد المهم المستحيل كي لا تفوته المشاركة في تتويج الملك البريطاني تشارلي المقر في 6 مايو أيار المقبل. ووفقاً لصحيفة ذا سنة البريطانية، فإن الحدث الملكي أمر نادر، وتؤم المعروف بعلاقته المقربة من الأسرة البريطانية الحاكم لا سيما أمير ويز ويليام وزوجته كيت ميدلتون، فلن يفوت المشاركة بهذه المناسبة كونه تلقى دعوة شخصي ويني رفضها أبداً مهما كانت الأسباب. صدمة ولك؟ لذلك طلب بطل فيلم توب غان مبكراً من القائمين على إنتاج فيلم المهم المستحيل التوقف عن التصوير خلال عطلة نهاية الأسبوع في 6 مايو المقبل المتوافقة مع حفل التتويج ليتمكن من المشاركة فيه. من جهتها ذكرت صحيفة ديلي ميل أن طلب كروز تأجيل التصوير شكل صدمة لبعض المعنيين، لا سيما أنه معروف بتكريس كل وقهل مهنته للخروج بأفضل صورة تليق بجمهوره. وكانت أمه قد استقبل الأمير ويليام وزوجته على السجادة الحمراء خلال حفل العرض الأول لأخر أعماله توب غان مافريك في آذار 2022. وفي تصريح إلى وسائل إعلام قبل العرض الأول للفيلم عبر كروز 59 عاماً عن سعادته الغامرة بمشاركة الأمير ويليام في الحفل، مؤكداً أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بينهما، فكلاهما يحبان إنجلترا وكلاهما طيران ويحبان الطيران. رصدت عدسات الصحافة كي التي بدت متألقة في فستان أسود وأبيض من دار رولان موري مع حذاء عال ذي كعب أسود عبر عن رأيك: احرص أن يكون تعليقك موضوعيا ومفيدا، حافظ على سمعتك الرقمية واحترم الكاتب والأعضاء والقراء.